Écoutez, c'est beaucoup de beaucoup انا cette راضي جدا ومبسوط جدا من المكسب، خصوصا بنتيجة 3-1. الماتش كان صعب، من بداية المباراة لحد نهاية المباراة كانت صعبة، بس ده بس نص الطريق في للتأهل. لسه في ماتش تاني هناك في تونس، لازم نعمل ماتش تاريخي وأداء تاريخي زي اللي عملناه النهاردة عشان نقدر نتأهل، خصوصا ان اللعب هناك مش هيبقى سهل. Oui, c'est votre remarque est tout à فعلا fait. اول تلت ساعة كنا مش مركزين، او كان عندنا صعوبه ان احنا نخش جوه المباراه. الجون بتاع نجم، التوقيت بتاعه كان مهم جدا، ان هو ساعدنا تاني، ساعد اللعيبه كلها ترجع تاني جوه الماتش. وطبعا بعدها يعني لما زي ما شفت الشوط التاني، احنا كنا بدنيا احسن وماسكين الماتش اكتر. هما التراجي في لعيبه التراجي ابتدت تعمل فاولات كتيره لحد ما اتطرد منهم واحد. الطرد ده طبعا ادانا الفرصه ان احنا نعمل تغييرات هجوميه عشان نحاول نجيب التالت. Je l'ai dit avant. هو فعلا كان كسب قبل كده الماتش الاولاني، ماتش العوده كان خسر، بس دلوقتي النسخه دي بدوري ابطال افريقيا، الثمان فرق كلهم اخذوا البطوله قبل كده، كلهم ابطال قبل كده، فالمره دي المستوى عالي جدا. فبالنسبه لنا لو احنا عايزين نكسب البطوله لازم نطلع البطل، فالبطل هو اخر نسخه، والنسخه اللي قبلها كمان كانت الترجي. فالتحضير للماتش بدنيا ومعنويا ونفسيا هيبدا من بكره، خصوصا ان الماتش مش هيبقى سهل.